أنا لازم أطلع الفرن اليوم، مو لازم يبين لأهل الحارة أني متضايق مشان الزعامة. حياتي لازم تكمل، ولازم كل أهل الحارة يعرفوا أنه نوري ما بتوقعوا كايني. بس اللي بدي أعرفه إنه مين اللي عم يزت السلاح بين الفترة والتانية؟ مين؟ سيف يعقوب هو صايم. يلا قولوا والله، قولوا والله. يلا يعقوب. صباح الخير زعيم. أهلين فهمي، أهلين أهلين. على حب النبي لا تناديني زعيم. يا مرحبا فاضل، بس امبارح بالليل صار معي شغله بحط العقل بالكف. شو هي؟ مزتت هاي البقجه على ارض الديار، قمت فتحتها ليك شو لقيت فيها. شيء مصاري؟ كعبد النها سلوك عبود. والمصاري كتار يا زعيم، بيطلعوا شي 10 ذهبات. معناها اللي عم بيرمي السلاح هو نفسه اللي رمى المصاري لابو فهمي. هالامير لما شاف هالاميره حملها من المي وركبها على الحصان واخذها وطار فيها على قصره. الله بقصره قعده. هذا الاب لما سمع كلام الخاله مرت اب لك ضلت تقول له اصرفها المصاري اصرفها. لك مين هذا اللي عم بيرمي السلاح والمصاري؟ معقول يكون واحد من قلب الحارة؟ معقول يكون عبود؟ لا لا، عبود واطي وما بيعمل خير. ايش بك يا صاحبي؟ عم تبكي؟ لا ما عم ببكي، ما عم ببكي. شان الله بضاي، شان الله ليش عم تبكي؟ اشتقت لحارتي، اشتقت لأهلي وناسي. اشتقت عند الصبحيات روح اقعد عند ابو جمال واشرب قهوي. لك اشتقت للمجدره من تحت ايدين خالتي بياسين. اشتقت لرجال وسكرتاويه لنوري الشيخ طه. لك حتى شكري اشتقت له واشتقت لاحداته. ما حدا عم يحس فيني. اشتقت لمخدتي واشتقت للفرش، اشتقت لبيتي. لك حتى باب بيتي اشتقت له. لك يا عوب الله وكيلك. طول بالك يا بطاي، طول بالك. على شو بدي طول بالي؟ على شو؟ على الظلم اللي ظلموني اياه؟ ولا على حكم الاعدام اللي طالع فيني؟ ولا على العيشة الملوكية اللي الكلاب ما بتقبل تعيش فيها؟ على شو؟ تعرف لك يا عقوب، اقسم لك بذات الله كل يوم بحسدك من جوات قلبي لما بشوفك راجع من الحارة. بحسدك لأنك كنت بالحارة عم تشوف أهلها وناسها. لك اللي بيتعود على عيشة بالشام مستحيل ما بيقدر يقعد براد منا، بتفهم؟ رح ترجع يا بضاي، رح ترجع وقريب إن شاء الله. أخي أنا ما بدي من هون شيء، الله وكيلك. ما بدي من هون شيء، أنا بس بدي أرجع على حارتي عيش ببيتي. صعبة كتير يعني أي؟ الله كريم عم، أنت مو أكرم من ربك. بعد كرمك يا رب. طيب عم قوم نام، انت تنسى قوم نام. انسى؟ عم تقلي انسى؟ تعرف انه انا كل يوم بشوف الحارة ببنامي؟ الله كريم، هي 10 سنة
10 سنة يا يعقوب بدي أقضي رمضان برات حارتي. قوم نام أنت، قوم نام، قوم نام. عم لا تتضايق، والله والله لما بشوفك متضايق تسكر كل الدنيا في وجهي. لك أنت شو ذنبك لحتى شنطتك معي هالشنطتك اللي قاعدة هي؟ يعني أنا أمر الله، أنت شو ذنبك؟ ذنبي ذنبي إني شفتك. لا لا عم امزح، ذنبي إني بحبك. صحيح أبو ضاي، أنت بتحبني؟ ليك يا عوب، أنا أغلى حدا عندي بالدنيا هو ياسين ابن خالتي، وأنت وأبو دياب الله وكيلك بمعزة ياسين. طيب أبو ضاي، أنت بتعرف المثل اللي بيقول من عمود لعمود بيفرجها ربك المعبود؟ طيب بدي أحكي لك قصته، اسمع. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في واحد في الشام انظلام، وهيك مثل حكايتك انحكم إعدام. قام جابوه على المطرح اللي بده ينعدم فيه. في هذا المطرح كان في عمودين كبار، هدول العمويد هنن اللي بيشنقوا الخلق عليهم. طلعوه على أول عمود وحطوا المشنقة برقبته، طلع بربه وقال: يا رب يا رب المظلوم والظالم، أنا مظلوم وكلت أمري إلك. أما هذا العمود اتزحزح من مطرحه، طلع مو مثبت مليح، نزلوه من أول عمود وطلعوه على التاني. هني عم يطلعوا على التاني وبدون يشنقون، إجا حكمه ببراءة. لا إله إلا الله. إيه وهيك صار يقولوا من عمود لعمود بيفرج ربك المعبود. يا عبود العمى، صار مثال هذا، من عمود لعمود بيفرج ربك المعبود يا عبود. يا الضحى دخيل ربك خلي بين السن. تعرف لك يا عقوب، انت لازم بكره تروح لعند نوري وتقول له يبطل شغلك بالفرن. العمل ايه؟ لازم يلاقي لك شغلي بالقهوة عند أبو جمال، بركي بشغلك حكواتي لأنه ظابط عليه خير الله على الشغلة. الله وكيلك، ضحكت لي مالي نفس. الله يشغل مبارك. عليك يا إيمان، أمرك يا إيمان. عليك 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 تعرف عالسوق. هذا يا مارو، يا ابن العسل السوق. هذا يا مارو، تعبت قلبك يا صاري. هذا يا مارو، يا ابن العسل السوق. هذا يا مارو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو شمستك عالية؟ والله فاطي استعب، راحت علي نومي. يلا يلا ساعد الشباب. يلا حط لي الرفو. الله يعطيكم العافية. مرحبا زعيم. يلا يا شباب. شو القصة زعيم؟ شغلات مالك فيها لا تتدخل. يلا عمي يلا، بكرة رمضان لحقونا. سوي لك قهوة. سوي. أهلين وسهلين زعيم. يا الله. أهلين وسهلين. مشان الله لا تأخذني زعيم، ببوس إيدك تسامحني. أول شي أنا ما عدت زعيم، تاني شي أنا مسامحك دنيا وآخرة. يعني رح ترجعني على الفرن؟ فارس مو رضيان يرجعك، متضايق منك خيرات الله. حق بإيده، هو أمني وأنا خنت الأمانة. اسمع يا محمد، أنت ولا كأنك تركت الشغل،
تقعد ببيتك معزز مكرم، كل آخر شهر بتصلك أجرتك وفوق حبة مسك. بس الله يطعمني وإدرى أنك رجعت الحرام من قريب أو بعيد. سيك روح اشتري لأولادك أكل وشرب شي يكفيك لآخر الشهر. الله يخلي لنا اياك يا زعيم، الله يخليك فوق راسنا ويبارك فيك. الفرن ويعقوب جاي يساعدك، تبدأ بعجنة الخبز وبتسير أمور العباد، وبس اجي أنا بعجن عجنة المعروف. هي صعبة عليك شوي. طيب ماشي أخي. ليلى لازم ننام كم ساعة مشان في عصر. يلا يلا صباح الخير. نوري انت من أهله تقبرني؟ نوري تقبر عمتك إلهي، بدي أخذ منك إذن، أنا بكرة الصبح بدي أتيسر على البيت. لا يا عمتي ليش؟ يو شو ليش؟ ولك شكيتك لعينك على هالسمعة، لك مو عندي أولاد وبده مين يطبخ لهم؟ هلا معقولة يا عزيزي ما بتعرف تطبخ؟ بلا بس يعني لا تقولي بس، بكرة عنا، ولا تخليني أحلف يمين ترمضني كل شهر عنا. لا مشان الله لا تحلف خلص بكرة بس بكرة ها بس بكرة. بعد الفطور بدي أتيسر. اسمع ولا بدك تسمحي الله معك وأنتوا من أهله. لك حاجتك إبعادي ها، كل مرة بتجي لعنها بتعملي نفس الكواني. لك ليك يا أم نوري والله شبارق ما عم بيفارق يوم. يو وإذا شبارق ما عم بيفارق مبسوطين فيكي. تقبروا قلبي والله على عيوني كمان أنا، بس شو بدي أعمل؟ حاجة بقى حاجة. يييي يا ابني الطول أنت. يلا يا الله يلا أمي أمي يلا مرحبا سيدي عبدي. هاي بتسموني يلا عشتوا 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 يلا 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 عشتوا يلا 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 وينها مرتاح؟ يا مريم يلا يا مريم يلا 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 خذ فارس أهلين فايز. أهلين أهلين بصهري والله. ليش عم تتمسخر؟ لأنك مسخرة. شو؟ شو لك شكري؟ طولان إيدك ها؟ أنا بقى جاي اليوم لحتى أفرم لك ياها. لا زلمة، بس الزلمة بيجي لحاله وبيجي معه هدول الأولاد. هذا مو شغلك. يعني هلأ أنتوا جايين ومرابطين لي هون مشان تعملوا لي قتلة؟ لا نحن جايين لحتى نقتلك على الخالص. رعبتني والله، ما فشريت عينك ولا حريمي؟ هون 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 عم تتقاطعوا علي هون هون. يا عيني شو؟ ليش احتجتني اني مد ايدي عليك؟ ليش؟ ابن عمك هذا لسه بده يذبحه، اللي بيمد ايده على حريمه بيكون حريمه اكثر منها. ليه؟